سلام. غريب، احمد اتصل ويسلم عليكم. هي فديته، شو اخباره في الدراسه؟ والله شو اقول لك يا دو، يقول سقط في ماده. افا افا، وانا بعدني احمد سقط؟ ما حيده انا ساقط هذا، وشو الماده اللي سقط فيها؟ يقول سقط في فحص البولينج. وانا خاصه الله، حد يسقط في فحص البول؟ دوكم ايه شو الرمسه هذه؟ شو فحص البول؟ ها مطرشي ولدنا امريكا عشان يدرس البول. الله يرضى عليك. بولينج، وش ترىك انت في البولينج؟ تعالي انت ايه خبريني شو السالفه؟ ايش قاعد سقط في البولينج؟ الحين هو رايح يدرس اداره، وش دخل البولينج؟ وبعدين البولينج ابو رياضه، يقص عليك ولا شو يا ابوي؟ انا ما ادري، بس هو يقول ان هاي الماده يعني حره. حره بعد ماده حره وساقط فيها؟ اقول الله يعيننا عليه. يا الله صبر، وين ساير؟ وين ساير بعد؟ ساير عند هذا الاستشاري، مغيرين وايد في الخارطه. غريب، إيلس إيلس يا ابوك، انا بفنقش وفي اللكه ما جيزت. والله طال عمرك بتفنقشين، هذا امر الله سبحانه وتعالى. انا بعد ما اقدر اوقف بوجه الموت. انا علي ان الفيلا ابنيها، حجرتك موجوده، ان كنت من الاحياء فاهلا بك، تباتين في الحجره، ان كنت من الاموات فتباتين بعد عمر طويل في المعشره. انا ما اقدر اوقف وجه الموت. ما الله ولا فالك، سير طالع الباب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ياك 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 ارجو ابوي ابوي، استغفر الله العظيم. خير منو؟ نعم الله يبحثك يا اخو. يا اخوي يا غريب، هذا بدال لا تقول الله يرحم الله يعطيك العافيه تقول الله يبحثك. اسف حقك عليه. الله يرحم الله يرحم يرحمك الله يرحمك الله. دينا ويديك الله ان شاء الله. نعم امره. يدتنا بيبي تيس فيس فيس هي موجوده؟ يدتكم بيبي فيس؟ هي بيبي هيس موجوده، تفضلوا. ايش تبغون؟ تبغونها؟ يدون ارحمكم الله ارحمكم الله. مساك الله بالخير يا دو، اسمحي لي مزكم شويه. انا ما بصراحه حد يسلم علي. افا 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 اختي، نحن ما بينا في الونزه الخنازير هذه، لا زكمه عاديه. اي زكمه اي زكمه، خلوكم بعيد، لا تجيبون امراضكم يا عيني، ارجوكم خلوكم بعيد. انت ايش دراك ما فيك في الونزه الخنازير؟ هالايام ما خلوه في الونزه، ما يبو في الونزه الدبش يا ابوك، شافوا ما في فايده من الخنازير، يابو في الونزه المعيز، يمكن فيكم في الونزه العنز. عنز قال عنز، انا خاف بعد باكر يقولون في الونزه السمك. اتشوف انا لله وانا اليه راجعون. الله يستر الله يستر علينا هالليله. انت شو تبون يايين؟ البنات وين؟ ما اشوفن. ترى تدري ان الحين شي جايبين ويانا؟ جايبين لهم نخي من راس خيمه. ها 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 جايبين لهم نخي من راس الخيم، جايبين لهم نخي. ها 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 اتحرك، داش علينا بعقد الماس، خاتم زمرد، ما ادري زبرجد. انت غير سوالف سوالف، زين انت مفكرنا غريب، وانت عبيد خاشقجي وسهيل برونايت. لا ابوي لا، انا عبيد مفقرتي وسهيل مفلسجي. شوف عادتي لا لله ولا اليه راجعون. ايه لا تقولي مفلسجي بروناي ما بروناي. يلا برونا برونا برا برونا برونا. يلا غريب غريب، اي من الله خير يا اخوي. عاد احنا يا غريب جايينك. غريب زهيل كمل كمل، اظني زت مزازت علي ان شاء الله. السالفه ما فيها يا غريب. اتشوالك غف عزيز. يا ربي بصراحه انا مو قادر استحمل، وبعدين انا ما صليت العشاء، بس بصلي صراحه. انا بعد الشفع والوتر فاتر. يا دو ها لا حول ولا قوه. يا دو احنا عاد طال عمرك يا دو. ايه ايه قول عنا تكسرونه حلو منك. ايه احنا جايين عاد عندنا موعد عند الدكتور زين مستشفى خاص. ويقول لك يا دو هذا الدكتور زاير حق البلاد. شو يا دو شو هذا الدكتور؟ يقول لك اذا انت ريلك كرفه يعدلها. نعم ويخليك يا دو مثل الغزال. ها ها ها, ها, ها. انزين نعم. اسمعني زين، منو ريلي كرفه منكم؟ يا دو انا طايح من فوق الجبل، ما تحيدين؟ هي هذاك التيفان. نعم احيد. لا الله ما نسيت السالفه وما فيها يا يدو. اتشو 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 القيام بسم الله الرحمن الرحيم. اتشو
شاء الله عليكم. انتوا هني وانا جالس ادور عليكم هناك. نعم نعم نعم. تخي تخي شو طلع من حلجك؟ شو اللي هذا سويته يا اخي؟ انا متحمل تفالك البرك والرفلكس في وجهي. ايش حقا يا اخوي؟ مكتوب علي انا بدي اشوفكم انظف وجهي واغسل وجهي. ايش حقا كذا؟ هدي من روعك الله يهداك غريب. تدري انت ان الموسم موسم غبار وانا ما اتحمل. اي غبار؟ اي غبار؟ وش دخل الكورنفلكس في الغبار؟ ها سوالنا هذا؟ ايش تاكلون انتوا كورنفلكس؟ انتوا ما الكورنفلكس انتوا؟ انتوا انت ايش حقا تارك اخوانك ياكلون كورنفلكس؟ ليش ما توصيتي فيهم؟ كان يبتي لهم شيء ياكلونه؟ لا، لان باكر سهيل لازم بطنه يكون خالي عشان المستشفى. ايه لان الاطباء قرروا ان يمكن يسووا لي عمليه حق ريولي. عمليه شو؟ ايه اوهو ايه شو زين؟ شوفي من نسألكم سويتوا لي ايه ايه اوهو. نسأل نحن نسأل. ترى قلنا لك يا غريب، قلنا لك الريال حاصل نريل كرفه كرفه وياي دكتور يعالج الكرفان، فهمت ولا لا؟ والله هذا دكتور مو مال الكرفان، هذا دكتور خاف يطلع مع الخرفان مثل ما قلت لكم. ليش انت تعرف شيء وما ما تبغي تقول؟ انت تبغى السالفه تسلوب كلها حبوب حبوب زيتون على دم. كلو كلو بوي كلو كلو كلو. هذا بيسوي عمليه، والعمليه هاي تحتاج ان الواحد يتبصر يتاكد يعرف هاي العياده زينه ولا مو بزينه. هذا الدكتور الزائر اللي يقولون عنه زين مو بزين، ما بخذوه فقولوا انا لله وانا اليه راجعون. ها ها شوف وين اقرا اقرا طبيب زائر وياي. كوزوموتك الوجه المشرق كوزوموتك كلينك. كوزوموتك دم بدلو شو كوزوموتك كلينك لعمليات يا ابوي هذا من عمليات التجميل. يا اخوي يا غريب يا اخوي بصراحه طال عمرك انا بقول لك انا يا غريب ابغى اسوي عمليه تجميل حق خشمي. شو هي نعم خشمك شوفه لا ما شاء الله شو حلوه شو زينه. والله يا اختي سامحيني يا اختي يا ميثا، الناس قاموا يعايروني معاير يقولون بلا خشمك كذا ما بصلي تقليد ما ادري شو فيه. طالع ما لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الرحمن وبحمد الطاع خشم اخوك سهيل. ها شو ها قزوز قزوز ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن هي ما شاء الله قزوز ما شاء الله. يقول لك هذا الخشم الاصلي، هذا الخشم الاصلي اللي ينادون فيه، ما بخشمك انت تقليد. اي انا قالوا لي تقليد نعم، وانا على سان كذا ابغى اسوي خشم مثل خشم اخوي سهيل، ولا وازيدكم الشعر بيت بسوي فتح فوق بيت. نعم ترى والله العظيم هذه بطره ها خشمك ما في شيء وحلو. لا 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 تقص عليكم. لا لا سوى عمليه سوى عمليه تجميل. مايكل جاكسون احسن منك. سوى عمليه تجميل، خلى الفنخره شي من فوق طالع كذي وقزوزات فوق. هل بكم انتم ما تستحون على ويوخكم؟ انتم ما تخيلون بس الا تركضون ورا الموضه كذا تركضون. انتم خبايل انتم خبايل. يلا قم. منو قال لك ان نحن نركض ورا الموضه؟ لا نركض ورا الجمال. الله جميل يحب الجمال يحب. بعدين هو كله يمشي. فالله يهداك بعزوز بعدين الله يهداك. انا قلت بعرس ابا اخذ وحده جميله. تاخذ منو جميله؟ ملكه جمال. ملكه جمال وين؟ ملكه ها مالنا. ملكه جمال مالكم. ميثا تعالي تعالي ان شاء الله ان شاء الله. تعالي ردي هذا هات هات تعالي تعالي ابغيك انا بسالفه. انطولت وياه وطلقتك ان شاء الله ان شاء الله. ميثا تعالي. انا اللي بسالت الله بالله غيرك هذا بلا ما مشي لنا يعرف الموضوع زين ما زين شو بلا. والله انه معاه حق ترى انا ويا غريب. شو ها صايرين يسوون عمليه لا تعرفون من الدكتور شو المستشفى كم بتكلفكم؟ انت جيب لك مستعيله هذا كل اللي باكر بنعرفه. وانا لا ناظر هي لا قريب حز قربي. الاقرب كذا يمشي من كثر من صوب واحد
زين خالي خالي الصاحي كيف يمشي؟ إنا لله وإنا إليك راجعون. الصاحي صاحي صاحي ما في شيء يمشي صاحي صاحي. سهيل سهيل دخيلك يا أخوي سهيل. سووا لهم مشية الناقة هذيك أبو سنم هذيك تحيدة. الحمد لله رب العالمين. أم سنم مكسور تقصد؟ أيا ذكرتوني بخالي الله يرحمه ويغمد روح الجنة. قولوا آمين. آمين. كان خالي بي عقبتين، كان أقرب وأحدب كذا. عفوا الله عفوا الله. لا شب ولا شب شب. أستحن عويس تضحكي على خالد وانت بلاك سيل. احنا قلنا لك نكت نكت على الحيوانات، ما بتنكت على اهلنا. اهلنا عيب. بس 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 يا سيل. زين عبيد هذيل ما بغراب، بعدين هذيل عيال اختي. انا استرسلت كذي ما بزين. عيب عليك الله يهديك. خالي خالي قلد لنا مشيت. اشوف اعوذ بالله مشيت الشمبانزي ايش قاعد يمشي؟ والله العظيم ما سخيت بس حتى الحين عذرت بيمع. شو تبغى نقول هنا؟ زين يعني احنا نسولف ونضحك، انت بلاك عصبت شي يا الخال. خالي خالي نان النسوة نان النسوة ما بخال. خالي شد فوقها. ها شد هي شد. انزين خالي خالي ليش انتو كذي يعني وايد ها حساسين ها؟ يعني الحساسية حق البنات مو بزين. انتو معكم مرقدتو وراكم نشي. الحمد لله شوفوا اللي عادوني. اسمعوا بتاخذين اجر عليه. اقول يا دو نحن جايينك في موضوع شوي. زين شو السالفه؟ قولوا بسرعه ثاني بصير ارقد. ان شاء الله ان شاء الله يا دو. احنا نبغى طال عمرك 3900. لا 3900 3900 بقره. شو شو اسكت انا خلها 3900 درهم. زين شو سالفة؟ شو خبروني؟ احنا طال عمرك نبغى نكمل باقي العملية يا دو. ايه ترى ضروتي يا عد. وكم تبون؟ يا دو هم ما خبرونا، قالوا لنا تعالوا باكر بنقول لكم. ايه هذا زين. زين اسمعوني، يوم بيخبرونكم باكر فالكم طيب انا حاضر. شو كملي الكرفة نحن عندنا. يا دو ذكرتيني بالكرفة. عم باكر يا دو على الغدا سووا لنا قرفة مشوي. سلام عليكم. لا لله صبروا يا جماعة زيغتوا خلق الله صبروا. دكتور يا عبيد. تفضل دكتور تفضل. يعني عموما ما تقلقوش، أنا جالي الدواء من الصين ضد البرد والزكام. أتسو. لا معلش. لا سلام عليكم. لا أصفين دكتور أصفين. إيه غريب إيه غريب معقول؟ وبعدين انتوا عيانين جايين تزوروا الناس ليه في بيوتها؟ تمرضوا الناس ليه؟ حرام عليكم. المريض يتلقح في بيته ينصبر. يا دكتور حودة بارك الله فيك، بعد هذا الاسجام والبرد هذا شيء عادي في هالزمان بارك الله فيك. يا راجل انت وهو حرام عليكم، انتوا صحتكم كويسة؟ ما ينفعش كده، كل واحد فيكم زي البغل. الدور والباقي على الحاجة ده بابا عظمة كبيرة ما عندهاش مناعة، خافوا عليها. أتشو. يا ساتر. لا معلش يا غريب، أنا مش هقدر أستنى في المنطقة الموجوعة دي ولا دقيقة. اتفضل اتفضل يا حبيبي الدواء أهو أهو. اتفضل يا ريال. ده للحاجة ده بابا وده للبنت ميرة، دي حبتين واخد بالك. صبر زي الدكتور خلي تشوف تكشف عليهم. لا لا أكشف مين يا عمي أكشف مين. ده الدواء ده دي للبنت التختوخه دي. ها هاي التختوخه. ايوه اديها. تعال سيد تعال تعال. استغفر الله العظيم. زين كذي غريب غريب. الحين سويت تليفون حق وزاره الصحه اتخبرهم عن هذا الدكتور الزائر، قالوا ما يعرفون عنه وقالوا لي اتصلي باكر الصبح يمكن تلاقين خبر عنه. انا اصلا متوقع هذا الجواب، اصلا متوقع لان ادري انا هاي اللعبه هاي اللي مسوينها العيادات هذه. ابوي هاي لعبه عيادات هذه كلها تجاره. يا شو
يرحمك الله يرحمك الله يا اخوي غريب. يا غريب بلاكم انتم متروعين كذا الله يهديكم وضربتكم منفضه الا هي عمليه ري الكرفه ما بمخ. ترى يا المخ لو كان فيك مخ كان فكرت الف مره قبل العمليه. الدكتور قال لي بسوي لك عمليه منظار. المنظار منظار منظار والعمليه عمليه فطين. والله العظيم شو لها خبق هنا وبايخ شواير دجيج شو بلاش انتي خالي خالي انا من رايي الحمد لله انا من رايي انك تصلي الاستخاره. شو كيف بعرس انا بعرس ولا بياخذ سياره انا اكرف وهذا الدكتور هذا مال كرفان انا لا ابى اعرف وين المعضله. المعضله وين هنا وين 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 انا اللي بخبركم وين المعضله. شو هي المعضله انت ما تعرف المعضله؟ تعال المعضله طال عمرك ان ربما هذا الدكتور ما يطلع دكتور مال كرفان هذا الدكتور يطلع دكتور مال خرفان. وين هذا بعد اللفت هذا؟ يا الله وابويه الحين وابويه يا الله يا الله انت بعد إلا بتخبرك سهيل انت شقبت تدخل اللفت وانت ما غطري لك هكذا ما ادنها سامتنها حي الله الله فيي لا تقول لي اصعد دري ما روم تحت تاثير البنج بعدني وين بتصعد دري انا الحين احكيك عن اللفت اللفت اذا ما غطري لك ما بيسك باب اللفت انزل لايمه لايمه شو لايمه راكب جيب انت الله يهديك لايمه اللفت هذا اذا ما سك الباب ما بيودينا فوق حي حي شو مستوي؟ عباس تعال تعال عباس الله يخليك ساعدني خلينا نودي فوق تعال شله ايه ودي الله 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 فيك بالاستخ بالاستخ سلام 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 حط ايدك سلام مطبوب سلام مطبوب شو يقول بالاسلام بطل 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 لفت بطل بطلنا بطلنا ايه 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 بالاستخ بالاستخ ابوي ضبابه انا ابوي دبرت هاي 4000 درهم ها والباقي من عندك انت انا عادي يا غريب عندي كريدت كارت ولا تبى نقدي انت عندك كريدت كارت هي انا اللي مطلعت لها عيل شو اعطيني ابوي البيزات عندك اعطيني اشوف اقول عاد عبيد يقول نبغين سلف انا قلت لا مهما كان هذيل بعد اهلنا وجماعتنا انا بصراحه بعطيهم اياهن هذيله اللي الله قدرنا عليه يستاهلون ما قصرت الله يجعلهم بميزان حسناتك يستاهلون والله وزين بعد اللي انت رضيت عليهم اخ يا سلام الله لا حرمني منكم يا عيال اختي اقول ميره هي 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 هناك منك فوق فوق هي هي هي. يا سلام يا مريم هناك وين اللي يرح وين اللي يرح حكيني حكيني يا ربي شو هالوهاب يا ربي حكوا عدل زين خال انت لا تستتحرطم وايد الحين بتخف الحكي عنك يا الله يا سلام حكوا 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 بارك الله فيكم حكوا ترى انا خالكم اخ يا ربي حكوا عدل عاد انتو يا الله يا الله يا الله شو ها شو تصورتوا شو تصور تلاحقني يا غريب شو تحفرون داخل تلاحقني يا غريب تلاحقني شو تلاحق بناتك شمخولي وين مال عملية شميخ شو شري شري حد انت شو عربك ما تستعين على ويوكم هو اللي قايلنا انه في حكه في الريوله نحن مسوين فيه خير يوم جايبين له المعاليق يلا 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 شنو الحداي يلا بسرعه يلا يلا ستات الويو وانت عربك حديد حديد تحجرينك بالحديد تبغي تلوث الجرح انت شو تباني اسوي اضربتني حكي وما حد عندي هني عاوني زقرت عليهم تقول هالحكه هذه يا غريب سمسوم لا تغني وي وي شو 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 اكيتني الحكه وش اسوي تصرف حجني وين وين حجني حجني الله غريب انا اقول لك حجني لا تقرقطي لا تقرقطي لا تقرقطي لا تقرقطي خري ما والله 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 ما قرقطيتي
يا الله يا شو يا سهيل شو وديت ايدي شو تهديتك شو تحس بلاك شو عندك شو احس واحد يتويع يعني بيصير الادب ريولير يولير 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 شو فيكم حسبك ما ادري ما ادري ايش بلا تلاحقوني الله يخليكم ريولير ما خليت نرقد شو فيك شو بلاك ريولي احسب ويا جيب للدكتور يجيبوا لي شيء سالفه شايده يعني شايده لا لا تقولوا لي الدكتور سيري يبي لي سكين الطاوله لي شافور من المطبخ سيري يبي لي شيء يلا سيري يبي لي شيء ادري يبي لي سكين ايش قايل بتبطل الشيبس وبتخسر يا ولدي كل شيء تحمل الويع الحين خراب ها بتم تمشي شرابيح مزترا انت بعد انا فؤادي وانت فؤادي اي تفضل دكتور مين من التمساحين دول اللي مريض شو التمساحين يعني انا المريض تشوف يتويع الريال منو مريض ساعدني ساعدني بالاسد شوي بتشتكي من ايه حبيبي ريله دكتور ريله فضحيتنا ريله دكتور اعمل لها ايه ريالي وين الله بيوفقنا وين الله بيوفقنا وهذا الدكتور وهذه شنطته هذا ما يعرف الشيبس وين يبطل الشيبس هذا صابر انت الله يخليك اي شيبس شيبس شو تعقلك جيبس جيبس يا دود قول هاتي حبيبي انا دكتور مش مبيض محارة ثم ما عنديش عدة اشتغل بيها مبيض محارة؟ ايوه ما عنديش عدة شيل الجبس مش جايب لا مقص ولا منشار ممكن يا مدام تساعدينا ان شاء الله هاتينا اي شيء تعال شوف تعال افتح افتح الشنطة ما عنديش حاجة جاب مسكن ابرة اي شيء بس عشان نفتح الجبس لا لا ابرة لا 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 شو بس يا ابو بالغين ايه ده مدام ده ايه ده احنا نطبخ صبر شوفي لي اي حاجه يا مدام نحضر والله لحظه الحين يبوت هذا تفضل يا غريب لحظه شوي ساعدني شوي يا راجل شيل تعب بس المهم ان يفتح الريال ايوه هو ده شو هذا لحظه يخرب بيت ريحة رجلك يا شوي شوي يا أخوي إيه ده مرفف فيها إيدي خنازير ولا إيه مش ممكن يا غريب لا أنا متأسف جدا أنا ما أقدرش أشتغل الشغلانة مش شغلتي يا ريال لا 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 معلش يا ريال تحمل الريحة شوي شيل ما أقدرش أشم ريحته تعبتني يخرب بيتك اطلبوا له الطوارئ يودوه المستشفى سلام عليكم ولا مالي أنا ومال لا طوارئ ولا غيره أنا بسوي له طحين وملح وبحط شويه تميره وبالخ صيمه مره وبيصبح بخير شو طحين وملح انت بتحشين قبابه يا ربي هذه اللي انا بقصر قبتها قم قم خلي نودي طارقكم سخيتي مول قم بالاسطى 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 لا اله الا الله محمد رسول الله حنو استوى الضحى العود وليحين ما وصلوا طالعيهم بالتليفون شوفيهم يا الدود طمني لا تخافين ولا تحاتين قبل شوي غريب سوالي تليفون وقال لي انهم ان شاء الله جايين في الطريق امين تفضل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام حياكم يلا 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 بيثة صبي لي ابوي تاي انا من الصبح ما حطيت شيء في حلجي اي شيء اعطوني انزين غريب شو احواله سهيل وينه ما يبتوش وياك شو احواله بعد يا دو ما شي يا دو سووا له عمليه العمليه الاولى كان طلعت خربانه ما تنفع وريل الحين ياس يصلحونه لا حول ولا قوه والحين شو استوابه شو بعد شو استوابه شو استوابه هذاك الدكتور الزاير اللي هو يمدح مدح مسوي العمليه بالغلط انا هذا اللي كنت خايفه منه لو دي الدو عطيه تعطينا يود ابوي يستاهل سهيل يوم الرمس لا يسمع الرمس ولا الحديث ولا الكلام مرة يقول هاي ريلي وعلى هواية نحين دوا خله يدو حرام فقير مسكين يدو سهيل هذا يدو سهيل بارك الله فيك والله يدو اللي تشوفين الحين غادي مثل الفنتير ريل فوق وريل تحت وماشي قام ورا ياسي ورا ياسي دور ورا ورا الحين ها ورا ورا احمد ربك يا ريال قول الحمد لله الف مره انه وقف على ريله الريال الحمد لله انه مشى رد ورا
لكن مثل ما قالت ضبابة يزاه يزاه وأكثر عن يزاه. نبوه أي واحد قام شرى له الجريدة هذه وقرأ الإعلان طر الإعلان وحطه في جيبه وركض يربع وراء العيادة هذه. خلي تأكد الأول، خلي يعرف العيادة شو تخصصها، خلي يعرف هذا الدكتور شو فيه شو ما فيه. دكتور زاير، دكتور زاير، شو دكتور زاير؟ أكون دكتور زاير شو سوى فيه؟ أتصدقين يا ميثة هالدخاترة هذيلة صافين لك هالشهايد هذيلة كلهن وهالخبرات وكله كذب وخريط. عاد منو بيتأكد إن هذا كذب ولا ما بكذب؟ ما حد للأسف. لكن يلا صار خير. أي خير؟ أي خير؟ أكل عيادها فاتورة هالمتر. هاي متل الفاتورة وصرت دفعت غصبا علي دفعت هددوني في الشرطة. أي خير يا بنت الحلال؟ أي خير؟ معاطس وزكام وشخير ونخير وعمليات وضرابة وما أدري شو. أي خير؟ زين بس لا تيست هذه هل كذا تطالع الباب. خير شو مستوي؟ باركو هاجنا أباس سوى عملية غضروف عند وجه المشرق كوزموت الكنينين. وين؟ عند كوزموت الكنينين. لا كنينين سنطور شو مسوى عملية غضروف أباس؟ غضروف بو أحمد أنا بقولي مبروك قولي شاي. مبروك مبروك. وين مسوي العملية؟ قولي قولي عند كوزموت الكنينين. كوزموت الكنينين